Unit 6. Listen 1. Jobs and workplaces. Talk about the picture. هنا يحكي عن الوظائف والأعمال والمهن. Fire station. محطة إطفاء. Garage. Hospital. مستشفى. Hotel. فندق. School. مدرسة. Shop and supermarket. محل أو سوق. تسوق. Firefighter. Mechanic. Doctor. نيرس، أوتيل مانيجر، ويتر، تيشر، هيد تيشر، شوب كيبر، شوب أسيستانت. هنا كله على الوظائف والمهن. Talking, take turn, describe the job. Example. يعني هنا نجي نشوف القواعد المستخدمة في تعريف المهن والوظائف. A mechanic. شوف اسم المهنة. Is someone who. Is someone who. هاي ثابت. Is someone who. إذن اسم الوظيفة. Is someone who. التكملة لازم نجيبها. الميكانيك أين يشتغل؟ Work in garage and repair cars and vans. إذن شوف الميكانيكي هو الشخص ما يعمل في الجراج ويصلح السيارات والشاحنات. استخدم الكلمات في الصندوق التالية تكون العبارات التالية. Use words from the boxes to make phrases. Help customer. مساعدة الزبائن. Put fire. إخماد الحرارة. Repair cars. تصليح السيارات. Run business. Save lives. ينقذ الأرواح. Take order for food. Take care of sick people. إذن هسه اللي حكينا عليه definition. تعريف المهنة أو العمل. A أو N. N إذا كان يبدأ بعلة. حرف علة. اللي هو O U I E U. اسم المهنة is someone who. Is someone who ثابت هذا. فعل بيس تكملة. الفعل بيس والتكملة لازم يناسب المهنة. نيجي نشوف. احنا هنا لازم نضبط التمارين الموجودة بالكتاب. دكتور. Firefighter. Mechanic. Policeman. Shop assistant. Teacher. Waiter. دكتور طبيب طبعا. Firefighter اطفائي. ميكانيك ميكانيكي. بوليسمان شرطي. شوب اسيستانت عامل في المحل. تيتشر مدرس. ويتر نادر. نيجي نشوف. دكتور. A doctor is someone who. شوف هاي ثابت. Is someone who. طبقنا القاعدة A أو N. A doctor is someone who. هذا لازم احفظها. Help sick people. اللي هنا كافي. Help sick people كافي. Help sick. الطبيب هو الشخص الذي يساعد الناس. A firefighter. Firefighter is someone who puts out fire. اللي هنا put fire. Put out fire. A mechanic is someone who works in garage and repair cars. A policeman is someone who makes people safe of prevent and solve crime. A shop's assistant is someone who works in a shop. كافي اللي هنا. هو يعمل في المحل. A teacher is someone who teaches student in school. A waiter is someone who works in a restaurant. طبعا هنا كل هذه الوظائف والمهن تعريفها يحتاج الى حفظ. لازم حفظ ما بيها مجال. نشوف شلون يجي السؤال في الامتحان. A firefighter is ينطيك يقول لك كمل. شوف is someone who لازم هنا تكتب is someone who فعل وتكملة لازم تجيبها من عندك. is someone who شوف هنا الحل is someone who. إذن هذا النقاط السبعة لازم نحفظها. نحفظها مي شلون ما نحفظ أسامينا. is someone who put out fire. كافي اللي هنا put out fire. الصيغة في الامتحان مثلا شوف define a mechanic. إذا أنت عند حظك زين بالامتحان ينطيك الفعل والتكملة. هسه شوف داخل القوس مطيني الفعل والتكملة بسيطة. راح تقول a mechanic is someone. Is someone who work تحط لها is works وتكمل. هذا إذا كنت محظوظ انطاك فعل وتكملة داخل القوس. إذا ما انطاني فعل وتكملة داخل القوس مثل النقطة الثانية a teacher is
لازم تحفظ هذا السبع وظائف. هذا السبع وظائف حفظ لازم تحفظها هي وافعالها التكمله مالته. Is someone who teaches a student. Is someone who teaches a student. Define a waiter. النادل. Is someone who works in a restaurant. Is someone who works in a restaurant. شخص يعمل في المطعم. A firefighter is. كمل. Is someone who put out fire. هنا شوف ما فقط الوظيفة ما موجودة هنا. Is someone who works in shop. منو يعمل بالمحل؟ A shop assistant. A shop assistant. A shop assistant. إذا أنت سعيد تكون سعيد الحظ راح ينطيك الفعل قلنا داخل القوس. A teacher is someone who teaches إضافة ES وهذا جدا مهم. Teaches إضافة ES وهذا المهم. Teach student. Teach a student. Listen to. Read the definition and write the job. Plants building. يخطط البنايات. من هو؟ Architect. مهندس معماري. من اللي يخطط البنايات؟ Plants building. Architect. Flies a plane. Pilot. يطير بالطائرات. Pilot. Play football. يلعب طوبة. فوتبولر. رايت بوكس يكتب كتب. اوثر يكتب كتب. اوثر يعني منطيني الفعل والتكمله ومنطيني اسم المهنه. شنو النقص؟ راح تقول ان ارتكيت از سمون هو بلانت بيلدينج. بايلوت از سمون هو فلايز ان ذا بلين. فوتبولر از سمون هو بلايز فوتبول. اوثر ان اوثر از سمون هو رايت بوكس. ويب ديزاينر مصمم شبكة. Is someone who design website. يعني هنا منطيني الفعل والتكملة ومنطيني الوظيفة. شنو اللي يشتغله؟ Vet طبيب بيطري. Take care of sick animals يعتني بالحيوانات. Astronaut رائد فضاء. Flies rocket. Photographer take photograph. Dentist طبيب أسنان. Look after people's teeth. شوف هنا. Define dentist. A dentist is someone who look after people's teeth. يعتني بأسنان الناس. Future المستقبل. احنا اخذنا future صيغة المستقبل باستخدام wow. هسه راح ناخذها باستخدام going to. باستخدام صيغة going to. ايضا موضوع مهم للحديث عن المستقبل نستخدم صيغة going to سوف و will أخذناها في اليونت السابق بشكل مفصل. هنا نتكلم عن صيغة going to. ملاحظة تستخدم صيغة going to للتحدث عن الخطط والنوايا. يعني عندك خطة ونوايا تم التخطيط لها مسبقا تم التخطيط لها مستقبلا. أي تستخدم للمستقبل القريب. دلائل المستقبل هذا جدا مهم. يعني ما انطاني future لازم ما نحفظ هذه. Tomorrow غدا. In the future في المستقبل. Next وأي كلمة التالي أسبوع التالي. احنا قلنا في أي زمن اكو ثلاث حالات دائما للزمن اللي هو مثبت منفي سؤال. Talking about future. Affirmative. I تاخذ am. He she it تاخذ is. You we they تاخذ are. Going to شيجي بعدها فعل مجرد زائد تكملة. إذن I تأخذ am. He she تأخذ is. They we you تأخذ are. Going to فعل مجرد تكملة. نأخذ شوف المثال. Samir do a lot of work this weekend. Going to هذا شوف جاية بالامتحان النهائي. Samir شنو يناسبها؟ is أنا يعني وحدة أستخدم منها. ما أستخدم أم ولا أستخدم إز ولا أستخدم أم. واحد منهم حسب الفاعل. سمير وش يأخذ؟ يأخذ إز. Going to من القاعدة لأن هو محدد لي داخل القوس. حدد لي داخل القوس going to نزلته. Is going to لازم أن يحفظ القاعدة. أدو أنزلها كما هي لأن going to يجي بعدها base فعل مجرد خالي من أي إضافة.
احنا فقط نحل الداخل القوس. إذا الحل هذا فقط باللون الأحمر is going to do. الباقي مو مهم. I tidy my room tonight. منطيني going to. منطيني going to. أنا رتبت غرفتي اليوم بالليل. أيضا شو راح أسوي؟ tidy. الفاعل هنا شنو؟ I. شو راح أستخدم؟ am. am. أجيبها من القاعدة حافظها. لازم حافظها، إذا ما حافظها بدون فائدة. والحفظ كتابة وحفظ مي، شلون ما تحفظ اسمك. I'm going. I'm going. going منين جبتها؟ من القاع، طبعا منطيني اياها بالنهاية. tidy اشيل القوس وخليها كمي. إذا الحل I'm going to tidy. I'm going to tidy. نجي في حالة النفي، طبعا إذا حفظت المثبت النفي سهل، فقط تخلي نوت بعد الآم، بعد الإز بعد الآم. نوت. نفس القاعدة بالضبط. I تأخذ am not. He she تأخذ is not. They we you تأخذ am not. نيجي نشوف المثال. He not. انتبه. نفي داخل القوس. By معناها negative، حالة النفي. ذاك مثبت، هنا نفي. negative. ننتبه أيضا إحنا أخذنا negative، حالة النفي. Going to وأيضا منطيني next. Going to دليل والنكست دليل على الفيوتشر. شو راح الفاعل هنا شنو؟ هي. اذا از نوت راسا من هذه، اي ناس بالهي از نوت. اجيب الجوينج تو انزلها كماي، فقط اشيل القوس وانتهى الحل. باي. مو اخلي النوت بعد الباي هنا، اخلي النوت هنا بين التو والباي. لا، النوت تجي بعد الفعل المساعد، تجي بعد الفعل المساعد. كويشن سؤال. am تاخذ I، he she تاخذ is، العفو is تاخذ he she it، the are تاخذ they we you are. إذن هنا قدمنا الفعل المساعد على الفاعل، قدمنا الفعل المساعد على الفاعل. going to فعل مجرد تكملة. they get married next month. question going to مطيني هنا حدد لي question واستخدم going to، وأيضا هنا دليل next. شو راح أسوي؟ أجيب فعل مساعد من هذين الثلاث am is are، أقدمه على الفاعل. خليت الآر ليش؟ الفاعل they جمع are they، وجيب going to أنزل going to. get married وكمل next month. الصيغة بالامتحان نشوفها. we buy a big house next week. future use going to. خلينا we are going to buy. we are going to buy. ليش الفاعل we راح تاخذ are. buy ما انزلها، لا اجيب من القاعدة going to لين حافظها. buy انزلها بعد ال to، الفعل المجرد اللي هو داخل القوس ينزل بعد ال to. he is not going to منطيني هنا نفي، وهنا is going to be a vet، هو سوف لن يكون طبيب بيطري. اذا هنا not going to. ليلى will is going to، تخطيط هنا تخطيط في المستقبل، تخطيط المستقبل قلنا نستخدم is going to والتنبؤ بحدث ما. عندكم نقاط. am going to هنا شنو؟ هنا going to اللي يجي بعدها base، فعل مجرد. هذا شوف إضافة ing هنا مجرد، هنا to learn. ما معقولة أنا أجيب to و to ثانية، لا، إذا هنا base الفعل المجرد، يعني to تأخذ فعل مجرد. ايضا هنا they aren't going وحاط لي داش فراغ اللي هو to take part، take part، took part، taken part. اذا هنا to take part لان ال going to تاخذ to زائد فعل مجرد خالي من اي اضافه. عندكم هنا relative close عبارات الوصل. who تستخدم للناس، طبعا هي تعطي معلومات إضافية عن الناس أو الأشياء، تعطي معلومات إضافية عن الناس أو الأشياء. يعني منو استخدموا هذا الشيء؟ منو؟ الذي أو الهو أو الذين أو كذا. إذا هو للناس. ذات which للأشياء، يعني أشياء. من قلنا أشياء يعني شيء غير عاقل، هو عاقل. شوف هنا قبل الفراغ اسم عاقل، اسم عاقل يعني ولد أو بنت، ولد أو بنت. نختار هو.
أما اسم غير عاقل نختار that which. The old man, man رجل، عاقل أو معاقل؟ عاقل. إذا أخذنا who. إذا هو هذا اللي يحدد القبل، قبل الفراغ يحدد. The student عاقل أو معاقل؟ الطالب، الطالب عاقل. student شاخذ أخ which غير عاقل. where للمكان. who للأشياء العاقلة. الذات الطبيب البيطري. someone who. where اسم مكان، من أشوف مكان يعني أستخدم where. who أشياء عاقلة. ذات طبيب بيطري. which أشياء غير عاقلة. that dog dog حي كلب. شوفي أنا قبل الفراغ dog frightened my little sister. that غير عاقل، ويا مكان، هو اسم شخص. إذن that. I saw the car سيارة. the car هو عاقل، which غير عاقل، ويا مكان. إذن استخدمنا which. طريقة أكو أيضا طريقة للحل، إذا وقع الاسم في البداية عند الحل نتبع ونكتب الاسم الموجود في الجملة الأولى فقط، نكتب ضمير الاسم، نكتب الجملة الثانية كمان نبحث في الضمير الذي بدأ الاسم في الجملة الأولى، نكتب ما تبقى من الجملة، هذا مو مهم، فقط الداخل القوس هو المهم. خلنا نشوف. I have bought some cake. some cakes. الكيك عاقل لو مو عاقل؟ كيك إذا غير عاقل. هو أنا ما علي، دائما اللي قبل الفراغ هو اللي يحدد الشيء اللي أو الاسم اللي قبل الفراغ هو اللي يحدد هذا. هو قلنا لأشياء العاقلة كيك عاقل، لا. وير للمكان، كيك مكان، لا مو مكان. ذات إذا ذات هو الحل للأشياء. الوجه والذات صحيح. ذات is the man. man رجل. who stopped by the policeman. who stopped by the policeman. عندي that، عندي where، عندي who. that غير عاقل، where اسم مكان، who. إذن الحل who. إذن الحل who. defined and undefined article أدوات التعريف والتنكير. نستخدم a أو an عندما نتحدث عن شيء واحد بطريقة عامة. can I have a pen please؟ can I have an apple please؟ يعني a إذا بدأ باسم صحيح، ال an إذا بدأ باسم علة، بحرف علة العفو. كذلك قبل الوظائف، يعني إذا تحدثنا عن شيء واحد حددناه تحديد. pen a pen قلنا. apple تفاحة حددناها an apple. ثالثا قبل الوظائف اللي هسه حكينا عليها. I want to be a teacher. a teacher. I want to be a vet. I want to be a firefighter. اذا لازم احفظ النقاط. تحدثنا عن شيء واحد بطريقه عامه قبل الوظائف. نستخدم a مع الاسماء التي تبدا بحرف صحيح، ونستخدم an مع الاسماء التي تبدا بحرف العله اللي هي هذا حرف العله. a E I O U. إذا نحفظ هذه النقاط. لا يمكن استخدام أدوات النكرة A N مع الأسماء الغير معدودة، يعني أشياء ما تنعد ما نقدر نعدها، مثل حليب sugar milk. ثانيا نستخدم أداة تعريف the قبل الأسماء المفردة والجمع المعدودة وغير المعدودة. نستخدمها عندما نتحدث عن شيء محدد أو شخص كنت تتحدث عنه مسبقا. The pen on your desk is mine. يعني شيء تحدثنا عن شيء محدد، حددته تحديد كاملة. The pen القلم on your desk حددته الموجود داخل الرحلة is mine. I like the meat. أنا أحب اللحم that we had for dinner last night. استخدمناه للعشاء الليلة الماضية. نستخدمها أيضا عندما نتحدث عن أشياء أو أشخاص التي تكون الوحيدة في العالم، عندما شيء وحيد في العالم، عندما يكون هناك شيء وحيد في العالم، شيء يعني فقط واحد، واحد ما موجود منه. Have you seen the pyramids؟ هل رأيت الأهرامات؟ The sun is shining. The sun is shining.
لا نستخدم أدوات التنكير والتعريف أنذا مع ما يلي، يعني نحط X بالفراغ أو ما نكتب حل X قبل أسماء المواد الدراسية، يعني أسماء الكتب English, History, إنجليزية, تاريخ, Art, فنية. زين شوفوا شو I'm good at maths، أنا جيد في الرياضيات. لا خلينا ذا قبلها ولا ولا أن، ما استخدمنا، ما تستخدم. إذا قبل المواد الكتب أو المواد الدراسية لا نستخدم أي أو أن أو ذا، هذا حفظ. إذا استخداماتها وعدم استخداماتها لازم نحفظهم. قبل أسماء الأماكن المدن البلدان، إذا قبل أسماء الأماكن المدن والبلدان، لندن، بغداد، العراق، سوريا، أيضا ما أستخدم. We want to Dubai، ما يقول we want to a Dubai، and Dubai، the Dubai، خطأ. بعد ثالثا بعد كلمة like نحط X، يعني ما نستخدمها عندما لازم نحفظ هذه النقاط حفظ مهم عندما نتحدث بطريقة عامة عن أكثر شيء أو عن أشياء غير معدودة. I like potatoes، I like potatoes، أنا أحب البطاطا، ما قلنا a potatoes، ما قلنا the potatoes، ما أستخدم قبلها أي شيء، ما أستخدم قبلها أي شيء. شوف but I don't like carrots، carrots I also like ice cream، إذن like أيضا لازم أحفظهم. المواد الدراسية الأسماء المدن والبلدان like لا يأتي بعدها and the نهائيا، أخلي X. خلنا نشوف الصيغة بالامتحان. sorry ruler a، خلينا a ruler. I used لا العفو هنا used math X هنا خلي is in the هنا in the. شوف أول sorry the ruler there، إذن هنا حددنا تحديد حددناها داخل الرحلة. I used شوف X هنا فراغ ماكو حل is in the، أيضا حددناها in the library وهكذا. I went X يعني لازم أخلي يعني اسم مدينة. I went to X London on the holiday، حددتها the holiday في العطلة وهكذا بقية الأمثلة. المهم تحفظون الأماكن. Asking for the direction، سؤال على الاتجاهات، فقط تحفظ السؤال على المكان. Can you tell me how to get to the، اسم المكان، هل باستطاعتك أن تقول لي أين هذا المكان؟ فقط احفظ هذا القاعدة. Can you tell me how to get to the، هل يمكنك أن تخبرني كيف أصل إلى؟ ونجد شوفي نجد الاتجاه أو اسم المكان في نهاية الجملة بعد كلمة to. شوفوا شو what do you say when you ask someone to show the way to، شوفوا هنا فقط هذا اسم المكان the library. Can you tell me how to get to the library، فقط جبت من السؤال the library. القاعدة كلها حفظ. هذا وصف الاتجاهات مهم. Linking words أدوات الربط اللي هي also and who but which because، نشوف كل واحدة شلون تستخدمها. but تستخدم مع جملتين متناقضتين، الجملة الأولى تناقض الجملة الثانية شنو بالمعنى وتأتي في وسط الجملة. and تستخدم مع جملتين متطابقتين عكس البط، but جملتين متناقضتين يعني هذا عكس هذا. الand لا متشابهتين بالمعنى وتأتي في وسط الجملة. also تعطي معلومة إضافية، also تأتي معلومة. because تستخدم في الجملة توضيح وإعطاء سبب، هو تأتي بعد الفاعل العاقل هسه أخذناها تونا، which تأتي بعد مع الغير عاقل أيضا هسه تونا أخذناها. فقط تحفظها، هي أصعب شيء
جملتين متناقضتين لازم تفتهم المعنى، جملتين متطابقتين لازم تفتهم المعنى. الأنت والبات. عندكم قطع الكتاب لازم أنتم تحفظونها. Facilities تحفظونها. أسئلة وأجوبة أيضا قطع كتاب ثانية في مصبير. سكول بروجكت مشروع مدرسي. هذا إنشاء الوحدة السادسة. إلى هنا تنتهي طبعا الوحدة السادسة.